وعن الأمن الغذائي والصحي قال الوزير أن الحكومة تعمل على توفير احتياجات الجزائر من مادتي الزيت والسكر وكذلك 80% من المواد الصيدلانية. سنعمل على الرقي بالصناعة المحلية قصد الرفع من مستوى تغطية احتياجاتنا الوطنية بصفة كلية من المواد الأساسية التي تعرف اليوم تقلبات كبيرة في الأسواق الدولية والتي يمكن أن تعرف ندرة في المستقبل بالنظر إلى التغيرات الجيوستراتيجية الحاصلة في الساحة الدولية. فالحكومة ستعمل وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية على الوصول مع نهاية 23 إلى التغطية الكاملة من احتياجاتنا من مادتي السكر والزيت زيت المائدة و80% من احتياجاتنا إلى مادة السكر وزيت الماء 80% من الطلب الداخلي على المواد الصيدلانية. فهذه الإنجازات ليست بالهينة، وبفضل الله ومشيئته وعزيمة الخيرين في هذه البلاد سيتم بلوغ هذه المستويات غير المسبوقة في انتظار القادم من إنجازات التي تصب جميعا في تحقيق أمننا الغذائي والصحي. بلد قارة يجب أن نوفر الغذاء ليس فقط لبلدنا ولكن حتى نتقدم بالمساعدات لدول الجوار التي ليست لديها المقدرات التي تتوفر في بلادنا.